بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنحاول نحل بعض مشكلات تسطيب برنامج فري كود لزر تامن. في البداية هتيجي تحمله عندك قائمة تشغيل، هنجيب برمجة أرتون بفري كود مش تشغيل الكل، هنلاقي دي هنختار أرتون واحد، هتنزل في صندوق لوز الأساليب اللي بتبدو هتاكد خلال هذا البرنامج. أربعة هتنزل الأربعة وتعملهم اكستراكت اللي هو السوبر بلوكس وادي التفعيل المكعبات زي ما احنا بنقول المكعبات كده، هتنزل الخمس ملفات هينتج عنهم البرمجة من خلال السوبر بلوكس. طبعا هنشوف طبعا هو في شرح ومقدمة عن برنامج الأردوينو، أرجو المتابعة. نشوف احنا نزلنا فين البرنامج. المفروض ينتج عنه في النهاية بعد ما بتعمل اكستراكت استخراج بأي برنامج من رير. أول ملاحظة لازم تعملها موضوع الكراك ده، طبعا مجرد ما فكيته راح الانتي فيروس لقطه فمسحه، فعشان كده انا منزله نسخة مضغوطة اللي هو الملف ده، هتعمله اكستراكت. قبل ما تعمله اكستراكت لازم تعمل حاجة مهمة، طبعا لو انت شغال على ويندوز 10 هتوصل للويندوز سيكيورتي ديفندر وتعطل الوظائف بتاعته بشكل مؤقت لأربع أشياء نيس توافق عليه، هنعطله بشكل مؤقت خلاص عشان نعرف نعمل اكستراكت للفلو كود. ظهر لي عندي هنا ونشوف الفرق ما بينهم، ان هنا اصبح موجود عندي هنا ده الكراك. طيب هرجع اسطبه، لازم ينتج عنه اكتر من حاجه. البروفيشنال ده هو ده الاساس بتاع التسطيب اللي هو الانستولر، الانستولر طبعا عامل في الريد تقرا برضو فيها دي، انا هحاول ارفعها لجروب ارفعها الجروب بشكل منفصل جوجل واتس. شايف الملف ده بتاع الانستولر، هتسطب البرنامج عادي. طبعا انا اوريدي عندي فمش هقدر اعمله، هعمل نيكست نيكست نيكست. لما بناخد الكريك للطريقة بناخد الكريك ده، طبعا احنا لغينا الانتي فيروس، هناخد منه نسخة ونخش جوه نشوف حاطين فين الفلو كود ونعمله استبدال في الجزء بتاعه ده. طبعا نسخة مضغوطة عشان انا حاطط الملف ده بحيث حتى لو فقد الكراك ده يفضل موجود، يعني شيء بس احترازي. عندنا هنا يبقى انا حامل، هيقول لي هيطلب مني استبدال، فلما اجي اطلب منه يعني اوافق اقول له بس هيطلب مني استبدال، فطبعا انا كده كده حاطه فانا مش هقدر اعمل استبدال عشان ما ابوظش. هو ده المكان اللي موجود، موجود جوه السي، تخش جوه البروجرام المكان اللي موجود اللي انت مسطب فيه تعمل استبدال. الملف التاني عندنا الملف بتاع الكومبايلر، انا كاتب اي في ار 100% ده انا عن تجربة. ده كومبايلر اللي هو مترجم، هو مش هيختلف في البرمجة، هتبرمج عادي، بس لما تيجي انت تترجم الكود لامتداد الهيكس مش هيقراه فلازم تدخله الكومبايلر اللي انت شايفه ده. وده عن تجربة انا اللي جربته قبل كده، لان كان في مدمج كومبايلر كان في بعض المشاكل. عندي برضو عندي ممكن مرفقات كومبايلرز مختلفة لبرمجة البيك، ودي انواع مختلفة من مايكرو كنترولر. عندي برضو كومبايلرز يعني مترجمين للستيم للاي ار ام، دي لازم عشان كل مايكرو كنترولر
عايز مترجم، هو مش هي مش هيمنع مش هيمنعك من البرمجة، لكن لما يجي يرفع يحول الكود لازم يكون مترجم ده. فطبعا هنترجم هنسطب على الأقل الـ AVR اللي هو كومبايلر ده، ده المترجم. الإشكالية التانية الإنترنت، أول ما بيجي يفتح أي تطبيق طبعا هو بيقول كده بيحاول يقرأ البرنامج، لو أنا فتحت مثلا أي تطبيق هيحاول يفتح هيعمل شت داون على طول، ده بشكل مباشر. يبقى لازم الانترنت يكون مفصول ايا كان الانترنت، ايا كان نوع الواي فاي او كاب، عشان يفتح اي برنامج. انت شغال عليه؟